حلها وعيشها. حلها تتعيشها. الحياة تجارب، ومن هذه التجارب نتعلم نكبر ونوعى ونحل كتير من الأمور النفسية والشخصية حتى الواقعية اللي منشوفها اليوم. كل يوم سؤال، معي أنا سيلفا ورا الميكروفون ومع الكوتش علا. وسؤال اليوم أو موضوع اليوم، كيف أتعامل مع الشك؟ إذا أنت شخص شكاك أو بحياتك أشخاص شكاكين صعب التعامل معهم، عبالك تتغير لازم تعرف ليش بتشك ومن وين جاي مصدر هذه المشاعر. يسعد أوقاتكم. كيف نتعامل مع موضوع الشك؟ أولاً مثل ما نعرف أنه نكون واعين بهذه الشكوك، وأنه هي مجرد أفكار من العقل حسب ما يعتقد الآخرون أو الإعلام أو أهلي أو المجتمع أو غيرهم، لكن هي ليست بالضرورة أنه هي تكون حقيقية بالنسبة إلي. رح نركز على التجارب الإيجابية اللي مرينا بيها بالحياة رغم الشكوك السلبية اللي كانت عندنا، لكن استل نجحنا بهذه التجارب، أي أنه إحنا ما خلينا شكوك العقل هي اللي تسيطر علينا وتاخذ القرار، وإنما مجرد أنه إحنا صرنا واعين بها وعرفنا بأنه هي ليست حقيقة وإنما مجرد أفكار تبنيناها. ورح ناخذ تجارب الآخرين الإيجابية أيضاً، اللي هم رغم شكوك العالم كله ورغم الأخبار السلبية اللي سمعوها، لكن حققوا أهدافهم ونجحوا بالحياة. فإذا هم ما سمحوا لهذه الشكوك بأنه هي توقفهم أو تمنعهم من تحقيق أهدافهم. فببساطة لما يظهر الشك نكون واعين به ونقول هذا ليس لي. خلي إيمانك بذاتك أعلى من شكوكك. يعني مستمعين الكرام، لما نواجه هذا النوع من المشاعر، واجه هذا الشك، سمع نفسك وقول هيدا مش إلي، وبلش شوي شوي إلى أن تتخلص منه نهائيا، لأنه بدك تحلها تتعيشها. حلها وعيشها.